العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنقلبت ربنا سنين إن أن شرحنا منظومة بهجة الأرواح في نظم أحكام رواية حفص من طريق المصباح أوليها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن إدريس المنيسي حفظه الله. شرح أدو جيدان للوبح روضة الأفراح وهنتي أسطر يصدر ريرير وأن وتلقى لي إن منظومة أن لو فهمه كنت ما مضنين إن كتاب إن نقته بس مشايخ ذا أي أحسن الظن بنا مدادو كوبان وكنت أسبوع عمل أيام كبو بسيني مركا واحد لشرح يوم مهم كأهو منظومة بهجة الأرواح. أما اسم كان كلي روضة الأفراح دار كيسان واسكقل إنكو دار شوية كدرسي عمل وما أهرنتي ما مدنين إن شرح الله بحيو إن منظومة وحي كهد ليسا طرق ذا قصر المنفصل كائر رواية حفص عن عاصم وليه هي متكمد أهواي ولو يقى أنه طريق المصباح سيدة أدل الصعوتان هذان مقدمة يكبحي رواية حفص عن عاصم ما هي القراءة وما هي الرواية وما هو الطريق مركي لفهم كدب عيال لفهم كراء طريق المصباح محوية سيدة الله سعطان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو كسو دجي على سبعة أحرف أحرف تاس قار ولا نسخي قار نوا هدا وحل آخريو وعرضت ودا بيس النبي صلى الله عليه وسلم ولم راجع جبريل حل صعوتان ان اي الصحضي طبن قرا وحي كدم بين ايشاد نقدين مركه وهري سب قراءات كو حيله اسو دجيه تيسيرا على الامه ان لو فضيو وايو وحا كجر شيخ فضي قف اسك عاميه لهجتي وبرتي وأكو أذكتها مركن وكوريه وميت كلا آدو وذي القرآن كأكو آخرين جرى أما عربي موسى عيسى له جرى ذي اللي يرى موسى لهم يعني وأكو أذكانيسا سيدة هذا الصومالي ذي وأكو أذكتها هي وحاوي قفدها هي وحاوي له ذي اللي يرى مده كرو وحكى لي لنا غاني سابق لذلك تيسير بأكو جرى قراءات هي فضوضين وحاسدو كلا كجرى إعجاز وإلهي سبحانه وتعالى ونغط سنة إعجاز كقرآن إذا تنوع قراءات كقار لقى استنباط أحكام بضن هل قراء هل آيات بالغية إن لبحكم إلهي أقعدي إذا قراءات كليل كالهربي سيدي وأرجلكم من خلاف وأرجلكم من خلاف إذا قراءة النص بن إشيغي سو غسل قلوها إلا دقو ومدح وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين نعم لغه الا دقي شيغيسو وارجلكم ناي شيغيسو المسح على الخفين الا مسحوا وامسحوا برؤوسكم لغو عطفي مركي وارجلكم ليراهن فاغسلوا وجوهكم لغو عطفي انت لبا ايد لسو دجي لها مركا تنوع عس ايابا كفلان labadi boqol oo sano ugu horeeyay hijriga qolo walba waxay akhrin jirtay qiraadii agteeda ka caan baxday reer makkah waxay akhrin jireen qiraa'at ibn kathir reer madina waxay akhrin jireen qiraa'at nafi' iyo qiraa'at abi ja'far reer basra waxay akhrin jireen qiraa'at abi amr ayagoo markii dambe u wareegay qiraa'at yaquub shan boqol hijriga markay eed رير شان وحي أخرين جرين قراءة ابن عامر
غير كوف وحي أخين جرين قراءة عاصم ثم قراءة حمزة ثم قراءة الكسائي سيدا با لغو سعود الله بدا بقلوه هجريد إلا لغسو قالو كدب وحا باللابتي قراءة أبي عمرو إني فافتو من رواية الدورية عن أبي عمرو بصري يكون باللابتي غير بصر مركي شنبق الهجريد المريسي وحي أوريقين هذا يعقوب لكن وحيابها أن هذا بحثنا وحاكم إذا إن قراءة أبي عمرو ما لها وجه رئيسي خفافتي أي هذه اليمن رواية الدوري عن أبي عمرو سدح بقول هجرة مرك أي هاد أي سواق شيء سحوق لبي خفافتي ما قال هذا ضل كيمن نلا ليهجر الرحالة إن صاحب أحسن التقاسيم وحولي هي حول أنت سدح بقول إسديت إن هجرة بقول أنت حولي هي قراءة أبي عمرو مستعملة في جميع الأقاليم يمن بوجوهي وماشا أن تهني إن صوماليا أي كسوك قراءة أبي عمرو حلقة قرنقة أفراد هجرية تقريبا ما دام أقاليم الصوم يمن أو رن أي أخرين قراءة أبي عمرو من رواية الدوري إلا حدا أي أخريان بحضر موت يرقى ذلك جوغا إن صوماليا هلكا كسو قراءة أبي عمرو هلكا أي كسوك شيء وحا أغنهي إن مذهب الشافعي هي مذهب الحنفي في زيلع كل إكسو قالين لنكا إيا يمن مركا مركا أنواري سنع المضى رنتي قرادة تتبع أيضا أنباري وحان قار والله أعلم إن قراءة أبي عمرو إن إسو قارت يمن بحث باجرو ليلة رواية الدوري عن أبي عمرو في الصومال من الانتشار إلى الانحصار وبحث الدكتورة أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفضو ذي إنه رمضوا قبل قبل قدوي هاي كدي بوحى بالله وقراءة أبي عمرو مركع عالم كأرم بيجارتي يا إن ضلك مصر يا شام بوحى كفافتش مركع هجرية شام بقوله هجرية إلى عالم الإسلام مركع لقته بغرب المغرب العربي موريتانيا إمارات يقول كاسو نافع كفاف تمرك لا جرها يبو الدون كلام بيقبصتي قراءة أبي عمرو وحاجر تمرك الدولة العثمانية الدولة العثمانية وقرن جسديدات تضبط بقى الهجرية تمرك هي تقريبا باللغتي حيات أفافيين رواية حفص عن عاصم وماشى أصوص عضو رواية حفص حلي قاس بيصوب اللعبتي مصحف كي وجوه الري وحن أملينا إن أي تابعين كن بقول يلح هجرية مركيهت يعني تقريبا قبل 400 سنة مصحف كي وجوه الري لا تابعي أروات حفص عن عاصمة بي ونشرين عالم كي ونشرين وأنا خلافة دي الخلافة العثمانية أود بدن بيلهت وح بدن بنا فود ذينا يرهن تي إني فافيانو مركي اللي را مصحف هلا قرأ وحأقف فضود إيه لغو قرأ حنوم علينا رواية حفص إيه رواية روح عن يعقوب لورس وأي رواية حفص إنه وحو تسهيلية هالكلمة ذوقة أعجمي وحونا إما عليا هالكلمة ذوقة مجريها مركي وحلا ضابع علي رانا إما لضا إيه تسهيل كي يحيوها نوع عاصع وليس بيكينا أدبي مركا أفافيين صوماليا مركا ويكبد بعد حقيقة مركي هوري في أول الأمر دولة العثمانية مركي حوك وسعتي وإذا عرفتكم سعال بقول الله واتنكي وحي كدن بي ديالك كبادة أدونك بجابين رواية حفص وكبد بان دوري كبان هي سجرن وإن كان فيه بعض الأخطاء البسيطة وحير هدان دوري وكل لابتو تتقارب حلقية بإيه دوري خلط بادن باك وجيريو خلط كجر وكوبنا فرنت أوغادة وأيو تقليلات كإن لقتها وضن طرق بضن بآخر سبق إن كلمة لا تقليل لا رأس آية ولا فعل 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 كل إن لقتها وأنا طريق جررنتي أو صح ما أهين نجم أهين إن أن حفص كو خلط دماء الطريق النسو قريبة أيها إن ابن فرح نوعه ملينا
طريق عدم التقليل إن عن تقليل الآخرين وحانا الدليل حتى يمن ساس بيهد مصاحف وحان هذا هيا لقوري كن إيو ألف لقوري هجرية مركية تقريبا إمالة مقوريان تقليل مقوريان إمالة ذي قوريان بس مركة تقليلات كالاقتقو إيو حتى حركات كاختلاس كإن لدميستر سيدي أموركم إيو وأوجه جرتو دوري وليه هو مركة أنو صلابت موضوعا رواية حفص عن عاصم وحي صوغ شي صوماليا تقريبا سبعينيات كيف يقدم بي حتى علماء غار في كتب ثمانينات كيف يقدم بي سبع حان حسوستا انا وجر القران كبرنا انه نن اخرنا اللي تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه بان مقلما يا ابني هو اخرنا انك القران كو اخرنا مو ودي 90 كي تقريبا مركا دوري رواية حفص آد بي صومالي ذا ولو ذا هي رونتي حلي الدنبا بي صوكش ولو أن ليا بي رونتي مصحف أنكوار كهرر والله قري كن بقول لباتن هجرية ذي أو حفص عن عاصم كقرا غريب يعني حلي هرر محاكي أنا حفص حان أبدي يمركا إنو مصحف مالك لو قصة قريها ونين هرر يوسو إيبس دوايو مقعيسا كقرا حال لديه جيري ما أدري مصطفى ما احمد حاجي مصطفى احمد كبير مصطفى ما يعصى قرن غلاف كيس نك لها كتابك لكن نك قرا كون بقول الا واتنك بو قري وانا حفص عن عاصم لكن ما قرانا يم ايتوبيا حفص با كو فافسنيد يا هرر دلكا او خلي هور سو غارتي انا ايسن سو غارين بس مصحف كامل كل كلمه الله اعلم كل بحث بي اسيب انت لكن وحا حقيقه دلكان سوماليد هدا يدكتو حفص عن عاصم وحو سو غاري ثمانيناتك سيديتنكي وحي كدن بيو عوامل برن باصوفا في سي صحوتي باكمي دو حفافي كنت خلط برن ولو دعا جري بما قيب كهد ان دنكا لو غورو حي ان دوري لا هيو اسغا وحي كا قلدن وتجويد كا لصحو لكن هذا موضوع ما قالي المهم روايه حفص عن عاصم مركمان عالم الاسلام كله بقبصتين وحاجره كليه صوماليا وليب المناطق الريفية في الجنوب ما حتى الشمال لما يقانو وقوي مركا تكتو دوري لما يقانو قرآن كوي بكو دنبيين باقي حلي دنبو بسو قارا بسي قوضا هلوقوي أنا قال لكن هرالي هذا رقب هدي جوغان هل كان باقو هرين سمعني هل كان لفتقي دم مغالوني كوي كبحري وحي يريدو دكسي دا يو هرو أي كود دنبيسا وحي كولو كود دنبيسا مناطق سودان حيك اللي قدام بيسا مناطق حضرموت يمن انت كلوا تقريبا ولو مبارك قرارك ستة شادي وحخرين اي مرمر دوري اخرين اي لكن كنت مالها دمانت العالم كي حوق وفاف تحفص عن عاصم بقى قبصد اي مرك اللي قريبه دول كان المغرب العربي وتونس جزائر مروكو يو سنغال يو موريتانيا دول كاس حكو فافي وهذا الى هذا هستو قراءة نافع وحان السبب لفتقه هذا ومالكية مالكية إمام مالك قراءة نافع بواقين جدا إمام داري الهجر بواها مركز السنة يبو أركان بقراءة نافع الآخر لهم يعني من السنة إلى الآخر على كل المركز رواية حفص عن عاصم الأحاجر قاري راوي طريق ولا يقانه مرينا القاري وحاوي الذي ينسب إليه القراءة سيد قراءة عاصم قراءة أبي عمرو قراءة نافع هكذا الآخذ عن القارئ وراوي قارئ قفك كقاضنا وراوي سيدي رواية حفص عن عاصم رواية الدوري رواية شعبة راوي قوحة كدن بيه وكقاطنا راوي كهوسي الآخذ عن الراوي بطريق له يقنا أتو إمام الشاطبي ليه لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا طرق ذا مركة آد بأبدينهين آد بأبدينهينو أتو إمام الجزر كنت المامة يفهيزها ألف طريق تجمع إلا كن طريق بقاريا يعني حفص عن عاصم كلي وكنتن إلا بطريق كنتن إلا بطريق وايد ولو محررين تقار سيدي أزميري يا الضباع يكدي كان سديد يكونتم ما كنت إلا بدي بيحكو دارين لحكة لكو دارين
طرق كذا كوسادرين مركب دوري كنتن طريق واي إن حفص عن عاصم مركب لبا طريق بوليه هاي مقدمة يا رصاصة أنا كتاب كيكوشرتا عبيد بن الصباح إيوه عمرو بن الصباح عبيد بن الصباح أسجى كلي أفر لبا طريق باك بحيسو علي بن محمد الهاشمي وطبعا طريقة يا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر وأسجن أفر طبعا طريق عمرو بن الصباح أسجن وحكى بحيو لبا طريق ومركي لصوب كوبا إكليهم فيل إيو زرعان الفيل أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامي الملقب بالفيل فيل وعلقوا بحيي كان ضخما بوها ما شاء الله بوها ساس بفيل وبحي وقرنت كتابك عن تراجم تقار هي زرعان أو ليراه دو أبو الحسن أحمد بن عيسى أفر لباتن يسديد لباتن أفر لباتن أو عبيد بن الصباح يا عمرو بن الصباح أو سديد لباتن أهمر كلا سكو دارو كنتري لبات طريقه أمر كان كربنا زميري إيو طرق ذيكو صادرين إمام بن الجزري مركا طرق ذا وحوكا كياني كتب كتاب كان هدا أندرسين وكمد اللي إلى كتاب المسباح وحكم إلى التيسير في القراءة السبع للإمام الداني الشاطبية كتاب المسباح الروضة في القراءات الإحدى عشر التذكار في القراءات العشر الوجيز الجامع في القراءات العشر وقراءات الأعمش الكامل في القراءات الخمسين عشر يا أربعين شاد أهو إمام الهذلي أوليه المستنير تلخيص العبارات كتب آد وتربضا أيوك سوقات كتب تمركة مؤلف والبابا السنات كي سبق قرات قرارا وسوقاتي طريق ومري وحفص عن عاصم قاري طرق تمركة أكثر كذا وتوسط مدكوي توسطيان شاطبية ذات قرانا يسان فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا مركو اللي هي كنت أبيات ذات وانسوقة شاطبية ذات سيئون تذكار يعني تذكير لكن إلا شرح وحي أصيب بها هنا كتاب كانوا يسيوينيني فهمي ما يو هدانا اللي سو شرحين ذات كقارو يكو أتكان يسان إمام الجزري مركة أساني داس بو كل مي كتاب ليلة النشر في القراءة العشر وضخمة حله هرا لدابع رنتي علي من الضباع رحمة الله عليه بتحقيقي مركي دم بنا أدب له تحقيقي جكني شيخا اللي يراه ذو شد دكتور أيمن لفتيس وتحقيقي صم معاصر ويلا أسانيدي أو مفصل أهبا كقرة أسانيدي أو آد وتربضا حفص عن عاصم ركو أخرية قصرية قصرية يا أخرية ما قطريق وكيمت كل وقرية كتاب وين واي كتاب كيبو سين نظمية مركي ونظمي كتاب كان طيبة النشر وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة وتولية ولا أقول إنها قد كملت حرز الأماني بل به قد كملت ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني بل به قد كملت حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير هل كسبك أروري قراءات خيولن إذن قصر المنفصل طريق عمرو بن الصباح قار كم إذا بقى قصر المنفصل كقصة أروري لكن غالبا طرق لحفص وبدين توسط طريق الشاطبية مركة مشهور نقضي إمام الشاطبي إمام الداني وكسي هريي كتب تود إله بركي كتاب كشاطبي ذو دركتين ودي قراءات مركة اللي جرابة إذا أصل ونقطي قروات حفص عن عاصم وحقاد أفافي مركة توسطك توسط المنفصل تتكون حبوبهين أحيانا إني قصريان مثل التراويح إني قصريان محل إلى هذا ساسو كلام حدري مركز الآخرين يوردك إنس كقصري يلا بهية هدو قفك قصرية أسيقون لا مصباح ولا غيره أنقرنين مأجور ومدن بابي أصلا وحيان هدان كلها بطورنت إلان موضوع كبحنا مرة بو تلفيق أو حليلة التلفيق في القراءة ولو ماذا قاروي وذا ديدان كل حرام بيدهم قارنوي وذا بنيان
لكن سيدا صحرا وحاوة إن ضابط أي لذا تلفيق قفك هدو أخريو قراءات كقار وحبك وإسكال لازم يسال هدات صو أخري سميد مدك الناد أخريس تصالها وكذلك زين لكثير من المشركين هذا هذا على قراءة ابن عامر قتل وين هذا قتل ما ديه كرت هذا ترى كلا أيد مهد بلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ولا تحضون أنا هذا ولا يحضون على طعام المسكين وتأكلون ما ديه كرت أمك ذات ترى كلا بل يحبون العاجلة ويذرون وين هذا وتذرون ما ديه كرت ذيك الفوضات كذيك تقرأك تأسوا كلا تركيبك أو تلفيقه أه وحاران فتلقى آدم إن ابن كثير يقرضك الأسقوق الخلط فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى انتاد من ابن كثير كآخر سميت كلا نحو أهم بو خلدم يا بقرآنك تاوى حرام لكن هدي تلفيق أو يهكلية آيات دي بو يحكوصة أروري هدي سن إعرابان اسكو حرين هذا آخر سو ذنبك ملهيد لكن حوغا وهو واحد لقى في عيني وهو إسناد كبار لمني سا قرآنك هذا سك آخر سو آية دار تسلة ميم الجمع مدا دون تنا أتسكتي سو مدا دون تنا أتورش آخر سو إسك آخر سو هذا دان أو سنكت دان تركيب وحلا إذا هذا وبنات توي كسيف ضد هذا طرق حفص أنا إسك آخر سو آتاني عيني ومد إسك آخر شاطبي إسك أنا قصر ذات إذا هذا مأجور إن شاء الله وحول رملة لكن وح كسيف عن أديكو إسناد كي أبي الكرم الشهر الزوري أو كسو قاطي قصرية كو أخريو أو أنا سمين تلفيق الطرق وحل إيرادو تحرير الطرق مركي ورا وحيه قرضي على التلفيق كدعي هذا هذا دخل خلاضو شكو خلاضو أذا الكتاب كان وحبا أذن فيرين حفص عن عاصم أذ قصر سته وحبا مشكلة ذا ماله وحاون إيمانيو مركي اللي يقول هذا شيخ خذ الأخر مثلا شيخ أمحوه إجازينية طريقه إجازينية قصر المنفصل كي بعد آخر شيء أي طريق قرأته إلى إسناد كالودون وأبتر يا سوما هذا قرأته على شيخ على 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 هذا مصباحك آخر سواء مصباحك وأبتر يا مركا وحاك دعي ضياع الإسناد نوك دعي تركيب طرق دانو كدعي لذلك منظومة ذا مركا طريقة أبي الكرم الشهر الزوري إمامك رحمة الله عليه إمام جليل أبوها ترجمة دي سنة إذا مختصرة عن كسو قرقري إن صفحات كاتيسة تان هنتي أدبا نحشونا إن الإراكي شرح كتاب كنا وكحشونا لماذا ده وقتنا مقا هذا وحيروا حديث كهيت وحيروا يبحان نقول نقضي وحوين نقول نقضي بايو أنا حسوس داشا عبد الباري حفظه الله يقدر البويرين قصر المفصل ك أبدا ده قارب إني أخريان ربي موضوع ماذا شرح هي محل اعتماد ورنيه وحبا مقر قرا ما طلفيري وحبا مقر قرا ورنيه ما مقع وبحنه هذا أديبي مقع وصل ما وحساس خبل الله ذوال شيخ أود رئيس شيخ وليدهم كوير إذا يعني أرضنا ربنا إن صفحاتي كان يرى كفاءة إستانو والله هو بقول حسش أسمعنا وحواي أحسن الظن بنا مرك كتيب لنا أسكن غذي لكن بنتي إن طرق لا قصر يا مرك لا فيريو قاربة خلاف ككلاده حي حفص طريق شاطبي آد وبدنته مثلا سكتات كلاجت قاربة غنة لبا غنة في اللام والراء هدى للمتقين آه يمر رحمة تاسوك لدي لي قصرك الله أخي والوسي الرفاضة يابا مركا طريق أودو طريق الشاطبي المشهور أودو أيا وحون نقضي طريق المصباح منذ ماذا الشيخ مركا ساسبو كقرى قبل 30 سنة وأيو تبن مسألة بإسكو خلافة ينكلي ما أنت مركا طريقة أقوب ظني قصر المفصل كالو أخري وطريق المصباح ولو أجر طريق الروضة شيخ الحصري أدوب رحمة الله عليه وأظن من شاوي أسقني ويجرت لكن فارق وين بأود حي طريق الشاطبية لكن كان فارق بدن مجره حتى مسائي شقار آتاني سلاسل يحلى مدى ومركة استاكتون هذا الوصل للسحبي اسم الرامان إذن وحير وفرقي أمبا إيماني ساسمان مركة كدورنا إن شاء الله تعالى كتاب كان اسكالي دوننا أنت ومقدمة وانديري إن انديري أنا رونا أملينا وايو كتاب ويرانا ودمانا يا مركا